في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية للوزارة، خاصة ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، قام وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل بزيارة مركز مراقبة الحركة البحرية بمدينة طنجة. هذا المركز عنده خصوصيات تقنية وعنده إمكانيات تقنية من الجيل الجديد اللي اقتناها خلال السنوات الماضية، واللي بدأت في التشغيل ديالها قاموا في التشغيل ديالها منذ شهر ماي، والآن الحمد لله كلها مشغلة. وخلال الزيارة استمع المسؤول الحكومي لتقرير مفصل حول أنشطة المركز الذي تم افتتاحه سنة 2010 بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى جانب زيارة قاعة العمليات المخصصة لرصد حركة المرور البحري في مضيق جبل طارق. ويسهم مركز مراقبة الملاحة البحرية بطنجة بالتعاون مع مصالح وطنية أخرى في تمكين السلطات المغربية من ممارسة صلاحياتها كدولة ساحلية.